رجعنا من جديد في سبورنيكس نحكي مع الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية مع ضيوفنا اليوم كريم العواضي، رضا براوي، نيس العيري وكمال بن خليل. نحكي على أربع أندية تونسية تقريبا، نحاولوا نقسموا الوقت سبعة دقائق سبعة دقائق لكل فريق. باش نبداو الحديث على الترجي الرياضي التونسي وإن في البطولة في تشامبيونز ليغ الإفريقية، ظهر لي خلينا نبدا معاك سي رضا، المهمة نتاع الترجي ماهيش صعيبة خاصة بعد الفوز في الذهاب بالنتيجة هذيك، ولا معناتها والمقلب تكون في تونس حتى مقابله الاياب. ونقولوا ساعه مبروك للترجي اللي ترشح للدوري المجموعات. شنو سي ترشحت؟ اي سي كانش بتخسر اربع بشيعات. وهكا ولا؟ مش باهي الثقه الزايده برشا ولا؟ لا ما يسالش ما يسالش، اربعه بواحد ثقه كبيره. ما يهمش. وحتى بكل احترامي للفريق الصومالي، يعني مش الفريق اللي يخوفك باش يربحك اربعه بشي والرتور. احنا نخليوها بدو زيرو ان شاء الله في الماتش الريتور. المهم نتمنوا التوفيق للاربع الانديه التونسيه للترشح المجموعات، وهذا ممكن اذا ماني شغلت اول مره اربع فرق تشارك في البطولات الافريقيه ويترشحوا لدوري المجموعات. صحيح الترجي الرياضي براتيكمون سور لو بابي سهل الماتش، ومن المستحيل كرويا باش الترجي تخسر الكاليفيكاسيون تاعها بعد فوز 4-1 والماتش في تونس وقدام تقريبا 24000 ولا 25000 متفرج، صعيب شويه. تتوقع كريم تغييرات تشكيل الترجي ولا لا كاردوزو يحافظ على عاداته، معناها انه ما بدلش الكيم تاعو ديما نفس المجموعه تقريبا؟ ديما فكره نتاع الممرن مش تلقى ديما عندك 15 16 جوير باش يدور عليهم، يعني نتصور مع الضعف نتاع الادفيرسير وترجي هذا التونسي، معناها من الماتش الاول معناها نقول انا خذيت بايه من الاول، معناها ما نتصورش باش معناها باش تكون ثم صعوبات. يمكن ساعات تجيك فرصه باش تعطي جوير وياخذ فرصته وتجربه باش في سيتياسيون واحد اخرين تلقاه، معناها ما نتصورش خير من الفرصه هذه. تحب ولا تكره اسلام باش نبداو واضحين، يمكن هو نيس يعرف راهو ديما ماتش اميكال معناه عنده حقائق وما تشوف سيل حتى يبدا معنا عارف روحك بتراش عنده حقائق اخرى. سيدي اذا ما نتصور سليمه مو باش تعطي فرصه للجوريات، خل ثم ممكن ثم ديوجان سمعنا عليهم برشا ومازلنا ما ليناهمش، ان شاء الله ان شاء الله يعطي فرصه وجوريات اللي تاخذ فرصه تكون معناها معناها تكون في تستغل الفرصه هذه، خاطر ما نتصوركش باش تجيك فرصه في الترجي تو ما تستغلهاش. انيس كيفاش تشوف المقابله نتاع الترجي في تونس السنه، خاصه الميركاتو نتاع الترجي كان موجه لتقوية البنك بخلاف البلاي اللي قاعد يلعب تقريبا، نجم نسميه باش يقوي به البنك الفريق؟ ما نتصورش، نتصور انه عم ناول في وقت ما جمهور الاسبيرونس كان فرحان برشا، قال في النهائي متاع عربية الابطال نو ستانيكس بلوا رزولتا هذيكو ما خسرناش وعملنا، كانوا ساتيسفي نوعا ما. اللي انا الحقيقة مع وضد، لكن الموسم هذا فرصة أخرى تتيح كاردوزو، لأنك اليوم ما عادش عندك الحق باش تغلط. أنا ممكن السنة ما حكيتش فنيا لأنه عندي شوية التزامات، ما حكيت شوية على الجمعيات وخاصة الماركاتو بتاع الاسبيرانس، كل شيء تعمل وفكر كاردوزو مازال ينقص شوية، لأنه ديما نتذكر الاسبيرانس وقت اللي لعب كنت الاسبيرانس مع ستاد تونيزيان بوندون العوام اللي لعبتهم ضد الاسبيرانس. الحقيقه الاسبيرانس كانت تخنق اي ادفيرسير، كانت تخنقك. انا نتذكر ماتش في المنزه بالحق الارمادا اللي موجوده القدام كريم، وقت اللي جيت باش نطلع باش ناخذ كره ونطلع نغزر لها صعده تلمو 30 35 40 دقيقه نشوف مخنوق، يعني تجي تطلع تشوفها صعده، ما تنجمش تفوت نوعا ما حتى اللي كان الريتم اللي حطوه لك. ولا انا قاعد بيت في الاسبيرانس الحقيقه، ما اسكو الكاليتي دو جو معناتها افكار المدربين تبدلت، اسكو الاسبيرانس تحب تلعب هكا، لانه مش لاعب الاسبيرانس. وقت اللي انا نجي نوفر لك افكتيف كبير، اول ناس تقوم بالدور الدفاعي باش تفك الكره قدام هما لي زاتاكون، لي مويان اللي عندك انت كريم موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين بارابور بعملوا الموجودين موجودين. يعني سنا كاردوزو الحقيقه تو ماتش الصومال هذا ماهوش ريفيرونس، ولي ماتش الكل ماهوش ريفيرونس. خلينا نحكيو من الانكار القدام، مانيش نحط في ضغط، لكن حقيقه وقت اللي تصرف لازمك تلقى خطر عندك اهداف حتى المجموعات. ليه نحكيو انكار؟ لا الاهداف كبيره، انت كي تجي تشوف انت عامل ماركاتو كبير بالوسوام هذيه بالكاليتي نتاع الملعبيه بالشيء اللي صار
ما نصورش تقول لي انت دوري المجموعات، ليه نحكيو على لانكار دومي. لانكار دومي باش ندخلوا في الجديات، باش ندخل باش نكتشف المدرب هذا شنو فكره الهجومي، لانه الحقيقه عملوا ما متعنيش على المستوى الهجومي حتى في تغييراته. زوز مقابلات الاولانيين شفنا ترجي هجوم. شوف انا قلت اوكي ماهمش روبير. شوف اسلام ماتش هذا ماهمش روبير، روبير الاسبيرانس. انا قلت لك ما نقيم الاسبيرانس من لانكار لدومي. خلينا نشوف الكار انيس نطبوا الكار لعل معناتها كي تحقيقه تو تو سيريدا انت تو جمهور الاسبيرانس كي تسالوا ديما ليجيكتيف نتاعهم فينال تيتر تشامبيونز ليغ. خلينا نقدموا شويه معناتها راهو صحيح يمشيو بار با با بار با، لكن الاسبيرانس باللي مويا اللي موجودين ما ثماش علاش مش نحط في الضغط. عندك ولا ما عندكش راهي كره ماهيش زهر، تحضر ولا ما تحضرش باش تمشي بعيد. الاسبيرانس اليوم بالارمادا الهجوميه اللي موجوده، لكن لازم توظيف الملاعبيه هذوما مهم جدا. لانك يعني اليوم مثلا اكزامبل نعطيك انا تو من نجم نحكم على كردوجو تو الوقت حاضر. باش نقول لك علاش خاطر انت قلت هذوما ماهمش مقياس. باش نقول لك علاش هكا ولا باش نقول لك علاش شو نقول انا سامحني باش خليك تتكلم. عمل تمشي الشامبيونه نتاع تونس ونوصلوا لدوري المجموعات وقت توصل الكاردو فينال والدومي فينال، وهذا حق من حق السبورتيرات. هذا المطلوب، هذا المطلوب صحيح، لكن ما نحكموش مسبقا. لا شوف شوف اش قلت لك انا، لعل الامور تتطور. شوف سيري ذا اش قلت لك انا، فهم كلامي انا قلت لك راه بمرور الماتشوات ليكيب باش تشد بعضها والمتدبين باش ياخذوا اكثر ماتشوات في ساقيهم وباش تلحم ليكيب وكل شيء. يعني من الانكار باش راهو الريتم يلزمك تقيم التراجي وقتها. سي سير سي سير. لكن مهم جدا وقت اللي تجيب انت ملاعبي باش توظفوا، لازم تجيب ملاعبي كاليبر ما تعرفش توظفه نجم يتعدى الملاعب هذايا بيرسو. لانك اليوم وقت اللي تجيب ماكوينا انت شي يلعب ماكوينا اني ليه ما تنجمش تفلسف تحطوا لي تحت لاتاكون ولا تحطوا لي ليور. واضحه العمليه. يعني انت لهنا دور المدرب توظيف الملعبيه، وجود خطط هجوميه اكثر، خاطر لانك الاسبيرانس اليوم باش يتبعوك لي زادفيرسير باش تولي عندك خطه معينه اكيد في ماتش باش يسكروا عليك لي زونغل الكل، لازمك تلقى حلول. لهنا دور كاردوزو في كل مباراه تكون نوعا ما سهله على الورق انه يغير الخطط الهجوميه نتاعو، يحاول يستعمل الاربعه اللي قدام كسوا لي كولوار اللي موجودين بلايلي ساس اللي باش يلعبوا اللي موجودين ولا تاكون. الحاجه اللي تنقص هما يلزمهم يقوموا بالدور الدفاعي اولا، لازم تفك الكره القدام ويطلع البلوك، لانه التراجي لي زادفيرسير اللي لعبوا ضد الكل كريم يلقاو راحتهم في تدوير الكره من الديفونس لي زاكسيو بداو مرتاحين، ما ثماش هكا البريسينغ. يعني قلت لك انا قلت لك راهو الاسبيرانس ليبوك راك تلعب كنت الاسبيروس تخنق، راهو لي زاريير اوتوماتيكمون تلقى قدامهم تعرف شو يعمل جارديان يديجاجي ما تخرجش الكره كان بديجاجمون. هذه الحقيقه ماهوش موجود في الترجي كالسيطره نتاع وكل بريسينك او انك تطلع القدام وتضغط والضغط يولد اخطاء والاخطاء تولد اهداف. هذه اللي ينقص الترجي. انا مانيش نقص من قيمه كاردوزو، لكن نستنى كاردوزو في وسط هالارماده اللي موجوده كيفاش باش يتم استعمال ليفيكتيف اللي عنده. اما كيما قال سيدي زارا مازال بكري تو باش نحكم، ما شفناش اختي كيما قلت انت زاد اختبارات حقيقيه زاد باش تقيم تو. تو انت البطوله نتاع تونس ممكن الموسم هذا باش يكون اصعب على الترجي، لانه الحقيقه الفرق الاخرين جهزوا انفسهم خاصه النادي الافريقي اللي باش يكون كونكورون لسبيرونس صفاقس ليتوال حتى كان كذا وستاد تونيزيان اللي نشوفها انا الحقيقه حتى في ظل مستير زاد كيف تحس ثم تشويق باش يصير عام بي، وذي مصلحه الاسبيرونس ومصلحه الجمعيات ان شاء الله يمروا الاربعه الكوب دافريك يطلعوا نسق باش يلقاو روحهم في دوري المجموعات. لكن شو نقول انا واضحه الترجي الحقيقه كي تفرج فيها ماتش اثنين تعرف كاردوزو كيفاش يخمم. انا كادفيرسير مثلا مدرب نعرف كاردوزو كيفاش نجم نوقف كاردوزو. يا ما ندراك نحكيو على الاهلي سان داونز، يعني لهنا كاردوزو يزمو يستغل المباريات هذوما باش يطبق عديد الخطط الهجوميه ويعطي فرصه للملاعبيه، لانه عمناوي اللي يدور فيها 12 13 ملاعبي. السنه يزمك تعمل القائمه تكون اكثر الارجيه وتعطي اكثر فرص 16 17 ملاعبي باش الاسبيرونس وقت اللي يغيب عنصر تلقى البديل نتاعو. باهي وفيه وقت رجي نحكيو على اتحاد المونستيري استاذ. في الذهاب حكينا برشا على تنقلات جماهير الجزيرية، توا شفنا جماهير الاتحاد المنستيري أعداد محترمة جدا نشوفوا فيهم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي مشاو بكثافة كبيرة والعباد قاعدة تزيد حتى لليوم زادة. أي طبعا يا أخي ثم لا كونكورونس توا وقت جماهير اتحاد المنستيري تقرا جمعة كاملة على الجزيرية جاء والجزيرية أكيد ردة فعل عادية باش يحاولوا يوريوا اللي هما زادة في دال الجمعية نتاعهم ويتنقلوا معاها بأعداد محترمة
توازي او تفوق العدد نتاع الجماهير الجزائريين. كريم، فنيا المقابله ممثلنا الثانيه في الشامبيونز ليج للاتحاد المنستيري حقق نتيجه محترمه جدا في الذهاب، فوز ممكن حتى ما استنيناهش مع بطل الجزائر. كيفاش تشوف الاياب؟ اكيد الاياب باش يكون صعيب، سيرتو صعيب انا نتصور على المولدية اكثر من الاتحاد الرياضي المنستيري، خاطر يمكن المنستيري نجم يلقى لاعبه في الماتش هذايا، خاطر المولدية يزمو يخرج من البلوك اللي يلعب بيه شويه هوني، اللي اذا ما ننكروش اللي حارس المرمى بتاع الاتحاد الرياضي المنستيري كان هو رجل المقابله، خلى 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 مستير في اللعبه. ديما نقول يمكن السيتياسيون تاع الجمعيات اللي نقولوا سورتو الاتحاد الرياضي المنستيري اللي باش تكون صعيبه الحق نتاع عربي، وانا المولديه حتى وصرفت تمشي بعيد في الشامبيونز ليغ هذه، ماذا ما يعنيش اللي خلات مستير فوني معنا تروح تونس، خلات عندها نقولوا نحن احلام تنجم تمشي ليبول، خاطر مستير اللي قلتها اسلام قبل اللي يمكن ما عندهاش ليسونس اللي فرضتها باش تدخل ليبول، يمكن العوامل جزء العوامل اللي تعدات والحظ زاد ما قدمهاش برشا، جاتها الرجاء جاتها الاهلي اللي نتصور مستير كان جاتي كيبات اقل من الاسامي هذه كان كنا نشوفات نجم تدخل ليبول. فما ثم الاكسبيريونس نتاع جواريت المولديه اللي تفوق شويه الاتحاد الرياضي المنستيري، مي ساعات ثم حاجات تخليك انا خاطر جواريت هي هوني تو باش تعمل نقولوا نحن اوبجيكتيف للرواح قبل ما تعملوا الاداره ولا يعمل المدرب، خاطر انت كجوار تدخل ليبول برشا حاجات باش تفيدك، يمكن جاتك الفرصه باش تدخل ليبول، خاطر انت تعرف عدت نجم كل شيء في المباراة هذه محتمل، معناها تنجم تمشي بيلانتي تتنجم، فهمت ان شاء الله تكون جوارات معناها ممنا برواحة وسيرتو اسلام تنسى مباراة الذهاب تبنيش عليها معناها. سيري ذا المستير ديما فما تغييرات على مستوى الافكتيف، لكن الفريق محافظ الى حد الان ديما على المستوى اللي تعودنا به فيه في السنوات الاخيرة. صحيح صحيح، برافو داير الإدارة، ما تحسش وأنه اتحاد المنستيري خرجوا منه ملاعبية على مستوى مهم برشا، لكن في مباراة خص مباراة غدوة صعيب يفودي الرابيريتي ماتش صعيب، لكن لو نحاولوا باش نشوفوا الكوليكتيف تاع مولدية الجزائر، الكوليكتيف تاع مستير حتى في تونس كانوا أفضل من الاتحاد المنستيري، هذا واضح، لكن الطمأنينة اللي أنا نقدر ممكن نرشح ترشح الاتحاد المنستيري هو ثقتي في المدرب التونسي بتاع الاتحاد المنستيري بالطريقة محمد بالطريقة اللي باش يتوخاها راهو لورول تكتيك ودرس، وقلتها لك البارح يا سي إسلام، شوفوا الانتر دو ميلانو وقت لعبت كونتر مانشستر سيتي في مانشستر، اي لاتاك وما ادراك من لاتاك نتاع مانشستر سيتي ما مركاوش حتى بونتو، هنا لو رول دو لونترينور اي لي جوور يفو تيتر تري ديسيبليني سور لو بلان تكتيك، لان كرة قدم حبة من حبة وكرهها من كرهها، الناس اللي تحكي كرة قدم لا اتاك اتاك، لا كرة قدم اخويا فيها دفاع، اذا نكون انا قوي دفاعيا ومنضبط تكتيكيا، لو تبدا عندك 10000 افون سونتر نتاع مانشستر سيتي يسون باريبي في ماركيو مونتو، انا نؤمن بالخدمه المدرب نتاع المباراه هذيا سور لو بلون بسيكولوجيك اي سور لو بلون تكتيك. انيس، خدمه المدرب اللي عنده ليفكتيف الكل تقريبا على ذمته الحمد لله، ما فماش اصابات في الاتحاد، فقط ضياء الدين جويني باش يغيب على المقابله، اتو به نصور المدرب انه عنده ليفكتيف نتاعو على ذمته. ماتش كوب المستير الحقيقة ما تأثرتش بالملعبية اللي خرجوا، لكن ماتش على ماتش كل شيء جايز، يعني ممكن مباراة الذهاب تلعبت على جزئيات والمستير ما وراش كرة كبيرة، لكن أهم شيء هي النتيجة كانت لصالحه، لكن ماتش روتور أو ماتش آخر، ماتش يستحق كاركتير يستحق إكسبيريونس يستحق جزئيات بسيطة، تحضر لي زاتو نتاعك الكل سيرتو لي بالاريتي، تحاول ما تغلطش، تحاول لي 20 مينوت الاولانيين باقل ديشي تحاول تسال عليك المباراه، نتصور المستير كابابل، لكن الحقيقه ديما تكون صعيبه المباراه، لانه باش تلعب في دي كونسيون اخرين، باش تلعب في الجزائر الادفيرسير هذايا راهو باش يطلع الفوق،
اوكي في الالي الجارديان كان لهم دو ماتش، لكن راهو مانيش باش تعاود ديما يلزم البلوك الكل، راهو ديفونس عمرها ما كانت جارديان. الديفونس تبدا من الاتاك من بعد تخلط الوسط تخلط الديفونس، يعني هي يعني كيما نقولوا احنا يعني سيتانتو سيتانتو صحيت سيريدا سيتانتو الناس كل تخدم عليه المنظومه الدفاعيه باش نجم توقف الادفيرسير ما تخليش يجيك ل 20 متر، لازم لي زاتاكون هما اللي يقوموا بالدور الدفاعي الاولاني. من بعد نقول انه المستير الحقيقه بشي بجبالي بانكس بلوار لانه باش يلعب على الترانزيسيون سو لو بلون اوفنسيف، يحاول اكثر يستغل لي كولوار، عنده رابيديتي نتاع شي بجبالي لي كابابل سي فري. المستير ما عندهش دي زاتو كبار كبار كيما متعوده سيرتو في السرعه التحول الدفاعي التحول معناتها من ناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه، لكن يقعد الاتحاد المونستيري مش جديد على المسابقات الافريقيه خلينا نذكروا اليوم ولات عنده اكسبيريونس ويعرف يجيب اطراح. ذكرنا ماتش الرجاء، ذكرنا بماتش يذولي نهضه بركانه اعتقد اي الاهلي نعرف نسيت الحق نهضه بركانه ولا اي نهضه بركانه ما مانيش مش نفس الجواريات بريسك اي ذاك علاش قلت لك الجواريات خرج قلت لك خسر لي زاتول قدام كريم ما يقعد الاتحاد كابابل الحقيقه سور بلون ديفونسيف عنده ديفونس باهي نجم، لكن سور بلون اوفنسيف يلزمك تحاول خاطر لازم الجرينتا بتاع الملاعبيه. لا انت قلت كلمه مهمه بار الجرينتا سي لا ديسيبلين تكتيك، خاطر الادفيرسير يلوج على المساحات وكي تكون واقف مليح وتكون يعني بلوك كومباكت وتكون منظم. تخريب مدرب الاتحاد المنصري حافظ لمنذية الجزائر، ولا بد تكون فما فرجة للملاعبية متاع الماتش لديه يتفرجوا الملاعبية. سيري ذا ثم حاجة مهمة برشا، راهو باش ترى فيستيفال في المدارج مهم برشا، يلعب كرة ويلعب في المسرح متاع كرة القدم، راهو الجمهور عنده دور كبير، راهو يشحن حتى المنافس يشحن بيان سور، راهو باش تعدى ماتش لكن راهو يعطي افونتاج اكثر للفريق المحلي. علاش؟ لانه اوتوماتيكمون باش تعرف النوايا بالجمهور وبالدزان هذاك باش يعملوا لك 15 20 مينوت الاولانيين ارسلمون يلزمكش تغلط. شفتوا المولديه ثم حاجه نحب نعقب عليها يمكن ما قالهاش هنيز الجاهزيه البدنيه نتاع الاتحاد المنستير بارابور المنافس بارابور المنافس بون حتى المنافس لاعب توا تسع ماتشات لاعب الاتحاد المنصري زايد ماتش عليه معناتها مش حاجه زايد كبيرة. زايد لا نحكي لك زايد خاطر ديريرمو حتى اتحاد العاصمه مش لعبه اما المولديه لعبه اما نحكي لك حتى ديريرمو تفرج في مستير مع الماتش ثم دي جوير معناها في عمر معين ويعمل لك كرون في 60 وفي 65 يراجع روحه كا باهي. نحكي على كاس الكاف نبداو بملعب التونسي استاذ البارح تعطيلات كبيره على الملعب التونسي في المطار، هل هكا يتم معاملة فريق تونسي مش يمثل تونس تقريبا من لاعبية من الصباح في المطار ما لقاوش طيارة رجعوا عملوا سيونس دونترينمون وعاولوا رجعوا للمطار من جديد كيف كيف تعطلوا مطار تونس مطار تونس قرطاج اللهم صل على النبي علاش ياخذوا في تونسير ما غير ما نسميوه شركات الشركة التونسية معنا شركة بركة نحن دونك لا غالب المشاكل نعتزوا بها ونحبوها وتاعنا لكن بصراحة في كل مرة نسمع لا لا برشا برشا ولات الشركة هذه برشا الحق لا شنو معناتها تبلبس برنامج كامل نتاع فريق راه فريق ماشي يلعب في كومبيتيسيون معناتها عنده وقت لازم يوصل فيه وعنده حصص يعملها وعنده حاجات علمية معناتها فما ناس مسافرة زاد عندها مواعيد والكل بصفة عامة لي روتار موجودين في تونس لا موجودين مع الشركة مع الشركة هذه موجودين بشكل مهول معناتها الحقيقة قاعدة تعطل. أنا أنت حكيت على الناس أنا عم ناول داير حلفت ناس الناس الكل لا عم ناول عملت لي مشكلة كبيرة في كونترا ماشي سبعة سوايع روتار كل شيء مشي على مش المفروض يسهلوا لهم الفرق التونسية في حاجة من نوع هذا سهلوا لهم التعطيل شو الأسباب يعني ما هي الأسباب ما فهمش طيارة ما فهمش طيارة قالوا عنا تسعة طيارات برك والله أنا نهارت اللي الروتار هذا مسؤول قال لي رو ثم سبعة طيارات نحو اثنين قال لي سبعة طيارات ونزيدك زيادة قال لي منهم اثنين مكريين باهي فنيا يعني خاصك انت على المقابلة الملعب التونسي اليوم بشكل جديد مع ماهر الكنزاري الإفكتيف تبدل لكن كمهم حقق فوز مهم في الذهاب. لا لا مش كيما الروتور لا لا ديما هما ديما يتسميو ماتش كوب مير قرا مليح والحقيقه برشا برشا ريوسيت لانه الاكسبلوان تاع قديده وسمع لي موجود في اللحظه ذيك في البلاصه ذيك باش نجم تسجل زاد كمان ثم خدمه وثم زاد ريوسيت. ماتش روتور مختلف على الماتش اللي يعني انا اللي ناس اللي قراب لي في استاد ناس كل كنت خايف انا كنت عكس الناس الكل انا كنت متفائل انه استاد تونسيان باش تربح
بالشارجة نتاع الجمهور بالشيء اللي تقال واللي صار انه الاتحاد العاصمة افضل من الملعب التونسي، هذاك الكل رجع بالايجابي على اللاعبين والاطار الفني باش يجازوا انفسهم اكثر وتشحنتهم للامور هذيك، فهمت؟ لكن اليوم راهو مقابلة الاياب غير مقابلة لالي غير مقابلة الذهاب، لانه يزمك تلوج على زاتو اوفنسيف نتاعك مع الغيابات. اليوم عندنا عروس مصاب، عندنا وترا مصاب، اكبوزو مازال ماهوش كاليفيه، مشكل في قلب الدفاع مع الصحراوي. شكون باش يكون موجود؟ باش يعاود اللاعب غازي، ينجم يكون غازي، ينجم يمشي غازي يكون اكسيال من الاول. لا لا خاطر الماتش بدا لعب كمل الماتش غازي، مو الماتش بدا من بعد مش كيما بدات المباراه. غيابات ما ثماش، هذه غيابات موجوده قلت لك. دونك شكون باش يلعب؟ هذا هو المشكل اللي فيه مير الكنزاري. انا نقول بالنسبه لي انا الربح نتاع رادس كان ما ربحتش وكان خسرنا في رادس خير من اللي تربح رادس وتمشي انت لو اسماء. اقول لك علاش تخسر خير هني ساكه. خليني اقول لك حاجه، اليوم انا كاستاديست كي نربح لو اسماء في 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 رادس بليزاتو اللي عندها بالفريق الكبير اللي هولوه ونخسر ونخرج من زاير نتقلق على الاخر. كان مشيت النتيجه بالنسبه لي انا انه لو اسماء الفريق الكبير واحد، من بعد كي تجي تقيس روحك انت وتشوف لي اسماء وتشوف ستاتونيزيان تقول ما فماش من الناحيه الماليه تحكي، لا حتى من الناحيه الفنيه. شوف ما يلزمناش نغلطوا برشا من الماتش الاولاني، خلينا نكونوا واضحين، راهو لي بي سور تير زاد الواحد راهو ما يلزموش يهبل انه ربح لي اسماء اوكي على ماتش قلت كل شيء جايز. ماتش رورتور يختلف على الماتش الذهاب، لانك اليوم مطالب بملاعبي اكسبيريونس باش ينجموا يتجاوزوا الضغط نتاع الجمهور اون ديبلاسمون ماتش ديسيزيف لي زاتو اوفونسيف نتاع لو اسما حاجه اخرى. لكن اللي متاكد منه انا اللي نعيش فيه في ستاد تونيزيان اليوم انه ستاد تونيزيان كان ربي سهل وتعدينا لو اسما في دزاير ستاد تونيزيان باش تعمل اما لازم الافكتيف ناقص. شوف الفو فير افيك مير الكنزاري، يقول لك انا حاجه باش نعطيك مير الكنزاري. مير الكنزاري خرج من سيابي تعاني سيابي نفس الافكتيف تاع مناوي تعمل على المدرب ماهوش نفس الافكتيف. نفس الافكتيف خرج منه مير بن زيتون احسن لاعب في الفريق يفرق خويا وعندك مهاجم على كذا باهي. انا خرج لي جويني وخرج لي خضراوي وخرج لي نداو وخرج لي بن عبده والاسبيرون وستاد تونيزيان تعيش وستاد تونيزيان تربح لو اسما اللي على الورق كانت افضل وماشي لتزاير بحظوظ وافره. شنو هي لهنا التاش تاع المدرب مهمه برشا. تعمل على ماتش الروتور، تعمل على مير كنزاري، لانه وقت اللي سيابي كان مع مير الناس كل اعتقدنا انه الفريق يعني الفريق شد روحه وهي ثوره البصمه نتاع مير كنزاري، لانه ما تغير حتى شيء في سيابي. واليوم سيابي كبدايه موسم يعاني نعاول على مير كنزاري على الروح على الجرينتا. جمهور ستاد تونيزيان عمل ديبلاسمون كبير للجزائر، نقول لك راهو ثم ال 500 ثم ال 1000 حاجه مهمه برشا. ان شاء الله نكونوا في نهار كبير، والحقيقه امنيتي كاستاديست ولا كملاعب قديم في استاد ان شاء الله ربي يكرمنا نعملوا دور المجموعات ان شاء الله. مهمه في تاريخنا يا كريم بدرجه كبيره، لانه ماديا وتاريخ النادي والراحه اللي باش تلقاها الهيئه المديره هذه، وباش ينقص الضغط على مير وينقص الضغط على الهيئه المديره وما نرجعوش للمشاكل القديمه. لانه لا قدر الله راه باش نعاودوا نرجعوا او خرجوا وخرجوا ان شاء الله الكاليفيكاسيون تعطي روح جديده لستاد تونيزيان. خلينا ناخذ رايك انت كريم في المقابله، الملعب التونسي قادر معناتها يروح بالتاهل من الجزائر بالذات قدام فريق كبير كما اتحاد العاصمه؟ قادر نقول لك اكيد، خاطر 50-50 باش نمشي هون. يمكن انا نحب نقول حاجه، راهو كي تربحوني يا نيس اوتوماتيكمون باش تسهل على روحك الماتش نتاع الروتور. يمكن خاطر كي تبدا تدافع على 1-0 خير من اللي تبدا 0-0. عندك بوسيبيليتي خاطر 1-0 حتى كان لا قدر ربي وقبل مازلت حي. خاطر تنجم تمشي بيلانتيي تلقى روحك مع الفورم اللي عند سامي في الماتش. سامحني ما نعرفش القانون تبدل ولا لا، انت ممكن كان تخسر دوزان كروس تونيزيان ترجع له في افريقيا. ما فماش قاعده الهدف معناتها في الخارج ميدان ضرب اثنين ما تنحطش، ما زالت معناتها ما تنحطش دوزان ترجع نخسر مع المولية ونترجع دوزان. يا ما 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 ديما الاوبجيكتيف الاولاني شنو نقولوا نحن، الحاجه الباهيه للملعب التونسي تحافظوا على الهدف، تحافظ على الهدف وأممته اللي انا فرحان بها اللي ما قبلتش في تونس. اي خاطر ديما تعرف بالجوريت اللي عندك حاجه غادي. سامحني كريم نقطع كلامك، باش تخلي ليكيب ادفيرس خليك لي سباس كيما الاثنين جزيريه
باش يخمو كان في الاتاك كان ساو لي باش يصير البريسيبيتاسيون باش يخليو لك برشا اسباس. علاش نقول لك راهو لونترينور نتاع التونسيان ماهر الكنزاري ولونترينور نتاع مسير راهو عندهم دور كبير كبير في هالمباراتين هذو. احنا ما عندناش لي زاتون مستير عنده احنا ما عندناش، احنا عندنا بيل المجري اللي كابابل في الترانزيسيون سو لو بلان رابيديتي اللي مارك البون اللي مارك البون سي تا ميليو دي تيران جي من تيلي ما نحكي على الترانزيسيون وقت اللي تكون موجود قديده موجود مي قديده ما مازال قلنا ما عندوش ذاك الاكسبيريونس نتاع نتمنوا الخير ان شاء الله ان شاء الله اكيد نحن يساعدنا يمكن سيرتو نقول على الملعب التونسي خاطر الملعب التونسي قدره ربي وان شاء الله قلوبنا معاهم ومخاخنا وكل شيء. كان سهل ربي باش تدخل لي بول خاطر الاسم الكبير هذايا باش يزيد يكبر خاطر الناس تعبت باش وصلت الملعب التونسي للمرحله هذه. كنت تو سيري مامون باش تاخذ ايتاب اخرى وتمشي لبعيد خاطر ديما نقول انا راه النجاح ساعات يقول نجاح الجوارات اللي خرجت تفرضها الجوارات الموجوده تويك وقت اللي ذولي الخضراوي ولا الجويني ولا اللي كان اللي كانوا الملعب التونسي رجعت فيهم الروح. خاطر ثم جوارات كيما ساجد وكيما العياري وكيما الخضراوي ولد الملعب التونسي. يا ما الخضراوي انا يمكن تعرف ستياسيون اللي من اكثر عباد اللي كانت خليته في الملعب التونسي انا خاطر كان اي خرج بلاي مستير وبعد رجع حتى وقت في الليغ دو على انا صار ما صار باش يقعد فهمت وطفول يستاهل. احكي لنا مساج كان فما حاجه نجم نعرفوا مدير الكره موجود. لا انا الخضراوي الحقيقه نحييه ما كنت نستناه باش يعطي ميريت تاع ناس وقفت معاه في وقت ما خاطر اللي كنت انا مدير رياضي هو جا في الدو خدمت عليه اكثر سور بلو مونتال وقفت معاه وكريم يعرف ودزينا الناس كل انا واحد من الناس تحديت العباد الكل خاطر قبل بعامره و من جمهور الملعب التونسي ولا من المدربين من المغادرين وخدمنا معاه خاطر امننا بالخضراوي. يعني تعرف برشا ملاعبيه كيما الخضراوي تعدي وكوتي خضراوي انا شخصيا كل يوم نحكي انا وياه وكريم كان معنا موجود اللي نشد الفورمه والخضراوي اليوم فرحان وان شاء الله ربي يوفقه. فما لاعبيه اخر قبلهم هما خرج اللي مشى ليبيا اللي سند سند زاد عنده ابور كبير برشا نحكيو على السي اس اس ما عادش عندنا برشا وقت كيف ظالي ما تفرقش على ترجي مهمه السي اس اس سبيرونس السي اس اس بترجي ما غير ما نحكيو اي لعبوا لبرا ورابحين دونك مترشحين جايين من ديبلاسمون وجايين هكا ولا خلينا راهو سي اس اس والسبيرونس تعبوا في ديبلاسمون راهو تعبوا فول برشا وما صارش روتار على عكس ستار اما الحقيقه سي اس اس راهو روفوار معناتها حتى ماتش اللي شفناه ماتش لاليس كيف تشوف تغييرات لازم خاطر برشا الجمهور قاعدين باهتين في الاختيارات تاع المدرب الى حد الان. هو المشروع ككله يعني وين ماشي بالضبط معناتها من اللي ماتش اميكو للوفيسيال شنو هي طريقه اللعب وين ندرس فيقسي على المستوى الهجومي اكسبلوا نتاع كريستو خلى ندرس فيقسي يفوز بهدف لي صفر لازمنا نشوفوا. انيس انا تفرجت فيه الماتش انا الماتش هذا ما نجمش له مدرب خاطر مش مدرب شاب يحط الكره في الشبكه راه اوتوماتيكمون ما يخدم على الابليكاسيون قدام الكاش يا انيس راه ثم فرص ما تضيعش عايش خويا عندك ملاعب يعرف يحط كره في الشبكه ما عملتش عليه اللي هو بركات الحميدي بركات موضوع اخر سيجي اخر شنو سيجي والله ما نعرفش هو مش مقتنع به ترى برشا كلام انا حتى حكينا عليه قبل يقولوا لي مصاب المعلومات اللي عندي ماهوش مصاب خاطر انا الطفل هذايا بركات النجم نشوفه الطفل معناه خاطر لعبت له اللي زاتو اللي عنده ينجم ينجح في اوروبا فاسيلمون القوة البدنية الموجودة عنده ولا لا 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 يمكن بونتو ليتوال اللي ماركاها عامناه ولا تفهم كل شيء. فهمت انا قلت لك انا هذايا شيخنا باش نحكي فيه اما كي تشوف الماتش اوتوماتيكمون السي اس اس تخرج 100 اورو رابحه 3-4 بالمرتاح. انا ما نجمش هذا اللي يجي نلوم مدرب اسلام. انا قلت لك فاش تلومه على الاختيارات نتاعو انت كي تحط خويا الاختيارات نتاع الاتاكون. انا مدرب انا 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 المهمه نتاعي نوصل المهاجم للوضعيه ممتازه انا تبدا الكشفه باش ندخل وكيبدا الاختيار سيء في المهاجم اللي حطيته باش يحط كره في الشبكه ما المسؤول سامحني مالينا كي نوصل نخمم في جمعيه كبيره كما سي اس اس تجيب لي مهاجم يعرفش يحط كره في الشبكه ما عاد فما 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 مشكل كبير هوني خاطر ضيعت برشا سي اس اس يعني بطريقه غير عاديه معناها انا قلت لك انا السيتياسيون تاع مدرب مانيش باش نحط كره في الشيء ما في بدايه الموسم راهو طلعوا البرا برشا الحقيقه في صفاقس
المشروع الكل اي مشروع اي مشروع مشروع مش نتاع عامر ليه ما نش حكي المشكله ما نصبروش في تونس ما هو لحظه برك انا مش نحكي لك انا قلت لك نصبر ما نصبروش نطلقوا من المردود نتاع نهايه الموسم انا نقول انا نقول لبي سورتير العمل متواصل ويقعد مده المشروع فهمت لا ما قاعدين ماشيين في سكه صحيح ممكن يجي يكون ماشي في سكه خاطر بربي سامحني بسرعه هاي معاش عنا انا تو فرحان اني قدامي يانيس وقدامي كريم بجنبك كريم علاش هبت اقول لك علاش هل يا ترى نحكم على مدرب نهار الماتش كي يخسر ولا نحكم عليه خلال اسبوع او موسم اشنو اللي قاعد يشتغل يزم الصبر يزم الوقت ما يزم نحكم على مدرب هل هو يخدم صحيح ولا لا وانا شنو ذنبي انا نحضر ملاعبي ويفلت لي بينالتي ولا حاس مرة ما يعمل لي غلطة شنو ذنبي أنا نمشي أنا ضحية نحكم على مدرب العمل متاعه خلال الأسبوع تحضير المباراة المشكلة وين سيانيس مين اللي قيم عمل المدرب عنده مدير رياضي هايو ما هذا فما مدير رياضي يعرف يقيم مدرب ويحكم عليه على الخدمة متاعه محمد سليم بن عثمان هنا يجبنا نصبره إذا يخدم صحيح المدرب يجبنا نصبره عليه واضح هاي طب النتائج باش تجيب عليش يعطيكم الصحة يعطيك الصحة سي رضا بالتوفيق لأنديتنا التونسية الكل في مسابقات الإفريقية إن شاء الله تشوفوا أربع جمعيات في دور المجموعات يعني شرفنا اليوم بحضورك يعطيك الصحة بارك الله فيك عاودوها مرة أخرى إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ترشح أستاذ إن شاء الله تزين إن شاء الله أكيد الكل يترشحوا إن شاء الله شكرا لك أستاذ كمال بن خليل بارك الله فيك أيضا كريم العواضي تعاود تجيب بحضورنا مناسبات قادمة إن شاء الله سي رضا بولاوي يعطيك الصحة ميرسي أنا بربي نتكلم لتوا أنيس العياري ما يضيعش البلاصة عايش والله تلوم على كوبانتيني خاتيني لا سي يعطيه الصحة شكرا لكل في الإخراج أجمل تحيات